القصد ومقاومة القصد في رأس العين. يلا طير ورد بالدم نهديك يا شهيد. شرق سوريا لمواجهة العدوان التركي الفاشي ومرتزقته، وكذلك أن نناشد دولة العالم والدول الشرقية للوقوف معنا لوقف نزيف الدماء الذي يستهدف المدنيين في بلادهم. يجوره المآسي والمتاعب والمصاعب التي تمر بأبنائه، ولكن بهمة وعزيمة قواتنا وشعبنا المتواجد معنا سنثبت للعالم بأننا قادرون على صنع أنفسنا بأنفسنا. نوجه أحر التعازي لمن أهالي شهدائنا في ترفعة، الأطفال الذين استهدفتهم يد الغدر التركية. هؤلاء الأطفال الذين لا ذنب لهم سوى أنهم نزحوا من عفرين إلى ترفعة هربا من الموت، ولكنهم فوجئوا بالموت في ترفعة على يد الاحتلال التركي الغاشم. بالله بالدم نفديك يا شهيد. بالله بالدم نفديك.